نبداو بالصاف اللي المعتمد عندي. اييه العجينه ديالو. العجينه ديالو السيدة على حسب المراشم وعلى حسب الديكور اللي بغات. عندنا 500 غرام من الزبده كتكون مارغرين. اييه. وعندنا 250 غرام من الزبده اللي ممتازه ديال الاكل. وعندنا جوج فاني. وعندنا قصه ديال الملح. والدقيق اللي كيكون ممتاز على حسب الخليط. اييه. وعندنا ثلاثه ديال الكيسان ديال السكر كلاصي اللي كنقرب له. كنخدموا الزبده مع السكر كلاصي مزيان. كنزيدوا الفاني والملح حتى كتخدم الزبده مزيان ونزيدوا الطحين حتى كتكون العجينه ما مخوفاش ما قطحاش. كنخليوها ترتاح من بعد كنشكلوها على حسب المراشم اللي عندنا. فعلا اييه عندنا على حسب الديكوراسيون نعطي لكم واحد الكاوكا ولا الكاوكا ولا اللوز باش نفينيوها. هنا كنديروا واحد المقدار ديال الكاوكاو اللي كيكون ابيض. كنديروا الماء حتى الكاوكاو الابيض اللي تيكون بلا قشره ياك اللي كان قشره كيتباع بلا قشره واخا. يا اما نديروا اللوز يا اما الكاوكاو على حسب المستطاع. هادشي اللي كاين. اييه نهضروا دابا على اللوز على الكاوكاو على الكاوكاو الابيض. اييه بلا قشره الكاوكاو الابيض كنديروه حتى كيغلى في الماء مزيان. وكنقطروه شي صفايه. ومن بعد كندوزو في الطحالة اللي كتكون اندو طروا. حتى كندوزو وكندخلو للفران غير ينشف شوية. اييه. ومن بعد كنغربلو في هذاك الغربة اللي كيكون بوصيار ديال الكسكسو. اللي كنغربلو فيه الكسكسو. اييه. هادوك الحبيبات اللي كينزلو لتحت هما اللي كنفينيو بيهم. واخا. باش كتلصقهم. اييه. ديال الفوق كنعاودو ندوزو في اندو طروا. اللي بقاو الفوق يعني شويه غلاد مفرشين نعاودو نطحنوهم. نعاودو نطحنوهم. اييه. ديك الساعه كنحصلو على الكونكاسي. واخا. كندخلو الفران حتى غير ينشف كيف قلت. اييه واخا يتحمر. ما نخليوش حتى نخليوه في اللون ديال الابيض. اييه فعلا. يكون شويه ذهبي. وكنفينيو به كنزوقو به الصافي ديالنا. باش كتلصقوه بحال دابا هاد الكاوكاو مثلا. كنلصق انا كندير واحد المقدار ديال الكونفيتير. اييه. واحد المقدار ديال العسل. كنعملهم يطبخوا مزيان. اييه. وكندير لهم واحد القطعه ولا جوج قطع ديال الشكر الابيض. كيعطي واحد اللون كيكون كراميلي. هكذاك. اللون ديال الكراميل ناديم. الا شفتي ما غاديش تقول واش الكونفيتير. واش غير كونفيتير ولا غير عسل بوحدو. اييه. كيكون كراميل. اييه داكشي علاش سولتك لانه فعلا نبغيو شي حاجه اللي تلصق لينا داك في الصابلي مزيان وهذوك اللوز اولا كنخليوه يسخن فيه كنخليوه يغلى بزاف ويبرد باش يكون معلك لينا باش يلصق لينا الصابلي. هكذاك واخا كتكون هذيك التعليكه تكون والمذاق ديال الكونفيتير والعسل كيكون مزيان احسن من الناطاج. يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. كندوزو لواحد الغريبه. تحية لواحد الخالة ديالي. أيه؟ خالة سلطانة. اييه. هي الأستاذة ديالي هي الأستاذة الأولى. تبارك الله في العائلة عندكم حلاوية وطباخة ياك تبارك الله. حلاوية. لالا سلطانة. تحية. أيه؟ في أيت من لول. اييه. تحية كبيرة لها وتحية للأسرة ديالها كاملة. اييه الله يعطيها صحيحتها. الله يبارك فيك. عندنا الغريبة الغريبة البيضاء اللي كنقولوا لها عندنا ربعة ديال الزبدة. عندنا جوج كيسان ديال السكر كلاصي. وثلاثة ديال الكيسان ديال الزيت. واحد ديال الفاني والدقيق ما فيهاش الخميرة. اييه. كنخدمو الزبدة مع السكر كلاصي مزيان وكنزيدو الفاني والزيت حتى كدوب لينا الزبدة مزيان وكنجمعوه بالطحين كتكون هشيشة بزاف على الفلتان. هكداك. اييه واخا. لا خميرة بلا والو. غير جربوها. اييه ان شاء الله. كتكون زوينة. أنا كنديرها دابا بلاصة ديال البلاصه ديال الغريبه اللي كنديروا الصفار ديال البيض ما بقيتش كنديرها. اييه كنديرها هذه بلاصتها كتجي زوينه كتجي شيشه. كنديروا الغريبه ديالنا في الفران كنكتبوها في اللاطه كنديروها من الفوق حتى كطيب من تحت شويه وعاد كنحمروها شويه. اييه كناخذوا الشكاط الابيض كندوبوه حمام ماري. وكنغطسوا فيه الغريبه ديالنا وكنهزوها بالفرشيط حتى كنقطروها مزيان كنزيدو له شويه ديال الزيت الشكلاط الابيض. اييه باش ما يهزش لينا الشكلاط بزاف والفينيسيون ديالها كيكون زوين. يعني كتغطسها في الشكلاط الابيض ياك وملي تهزها من الشكلاط الابيض كنلوحوها في الكوك.
في الكوك واخ في الكوك يا اما نلوحها في الكوك يا اما في الفيرمي في الفيرميسي الابيض يا اما كنديروا الشكاط الاسود ونديروها في الكونفليكس ايه واخا عده طرق ان شاء الله. وعندنا واحد البقلاوه تفضل. عندنا نبداو بالعجينه، عندنا 500 غرام ديال الدقيق، 3 ديال المعالق ديال الزيت، عندنا 50 غرام ديال الزبده كتكون رطبه درجه الحراره في الغرفه، وعندنا ماء زهر، وعندنا شويه ديال الملح. كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان حتى كنعجنوها، كتكون شويه قاصحه، ما قاصحه ما مخوفاش بزاف. ايه كنديروها في البلاستيك وكنمروا الحشوه. كناخذوا كيلو ديال الكاوكاو اللي كيكون ابيض هو مقشر، ايه كنعملوه في الزيت اللي كتكون بارده كنقليوه فيها، وكنعملوه في شي بابيي باش يمص لينا الزيت، كنخلوه جانبا. كنعملوا الزبده حتى هي حتى كتذوب، ايه حتى كتكون وازت، كنعملوها جانبا حتى هي، وكنمروا العجين ديالنا نصاوبوه في الاول. العجين كنقسموه كويرات، 5 ديال الكويرات، ايه صغار. كناخذوا كل كويره كنورقوها بالنشا، ايه كنرشو النشا فوق الطبله فاش كنخدمو مايزينا، كنكورو كويره حتى كتكون على شكل دائره، كنحطوها جانبا حتى كنكوروهم كاملين. ايه كناخذوا الكره الاولى بحال المسمنة، بحال الطريقه ديال المسمن، ايه كنعملو الاولى وكندهنو بالزبده الاولى. كنورقوها بالمدلك ياك، كنبقاو نوسعوها خمسة بيهم، كنورقوهم بالمدلك والمايزينا، ولكن واش وحده فوق وحده ولا كل كويره حدا؟ لا بلاتي نورقوهم هكذاك مفرقين دابا، مفرقين دابا، مفرقين دابا مفرقين. ايه كناخذ الاولى وحده في الطبقه، كنديروا الزبده وكنرشوا شويه ديال السكر في المايزينا، ايه نشا نشا، كنعملوا طبقه ثانيه العجينه الثانيه، ايه اللي كتكون مورقه حتى هي، كنعمل ثاني الزبده، كنديروا طبقه حتى نكملوا المقدار ديال العجين اللي عندنا طبقات، وحنا كندهنوا ما بيناتهم بالزبده والنشا. الزبده والنشا، ايه من بعد حتى كنكملوا الطبقه الاخرى ما كنديروش الزبده، ما كنديروش الزبده في الاخر، ايه ما كنديروش الزبده في الاخر، كنديروا غير النشا. ايه ومن بعد كنورقوها حتى كنخدموها حتى كنورقوها ونشكلوها على شكل ظرف، ايه كتولي صافي كبيره وحده كبيره كبيره، وكنشكلو على شكل ظرف. على شكل ايش؟ ظرف ظرف. ما سمعتكش مزيان الصراحه. كنشكلوها على شكل مربع، كنربعوها. ايه ايه واخا كنربعوها على شكل شي كتاب ولا شي دفتر. ايه ايه كنخليوها ترتاح، ومن بعد كنقسموها على جوج. كنقسموها على جوج وكنخليوها، كنمروا الحشوه ديالنا. ايه الحشوه ديالنا كنهرمشو الكاوكاو، كنهرمشوه ما كنخليوش يطحن بزاف، كنهرمشوه كنزيدو ليه زبده نوازيت، 3 معالق من زبده نوازيت، كنزيدو ليه 250 غرام سكر كلاصي كيكون مغربل، وكنزيدو ليه النكهه ديال اللوز، وكنجمعو بالماء الزهر. ايه كنخليوه، كناخذو العجين ديالنا كنورقوه على حسب اللاطه اللي عندنا، حتى كنورقوه حتى كنشكلوه على حسب الاطار اللي عندنا، وكنثقبوه بالفرشيط، وكنديروا الحشوه ديالنا حتى كنستفوها فوق العجين ديالنا. ايه نورقوها بالتساوي على العجين ديالنا الطبقات الاولى، وكنضغطوا عليه بشي معلقه معلقه، كنصايبو بمعلقه هكا باش يكون في حد اي تبسط هذيك العقده في الفوق يكون ملس. ايه وكنديروا العجينه التالية كنورقوها حتى هي على حساب الطاوله ديال داك الاطار اللي غنديروا فيه اللاطه ولا كنديروها، وكناخذوا واحد الموس كنقطعوا على حساب الشكل اللي بغينا، المتوازي ولا مربع ولا معين. ايه مربع، وكناخذوا العجين ديالنا اللي بقى لينا كنورقوه حتى هو، وكناخذوا هذوك القطاع اللي كيكون على شكل ورده ولا شي حاجه
كل مربعه كنديروا ورده وكنديروا من فوقها اللوز اللي كيكون متسخ، اللوز متسخ كنديروا اللوز. ايه الا درناه في الا كاع درناه في الحشو كاوكا وكنزوقوه باللوز. اها ايه وكندهنوها بالزبده، الزبده مذوبه، ندهنوا الوجه ديال الحلوه من الفوق ياك. من الفوق وكندخلوها للفران. ايه ملي كندخلوها للفران كنوجدوا واحد الحمام ديال العسل، اها وكنديروا ليها العسل حتى كتشرب العسل مزيان، وكندخلوها للثلاجه ولا نخليوها في الطافي باش تشرب داك كندخلوها للفران كاع حنا بداك الصوص ديال الفران. والفران طافي يعني غير يشرب داك الفران طافي باش تشرب لينا العسل. والعسل ديال الدور ديال المايزينا اللي لسنا أيه؟ كتكون لينا كتكون مقرمشه بحال عجين ورقة. مورق فعلا كتجي مورقه. ملي يعني كتخرجها مثلا من الفران كتكون هي سخونه والعسل صافي برد واخا سخناه؟ كنسخنو غير شويه، كنخلو كنديرو لها العسل وهي سخونه باش تشرب لينا العسل. واخ هي سخونه والعسل حتى هو ما يكون سخون، يكون دافي يكون دافي. ما دافي ما ماشي دافي، ماشي سخون بزاف ماشي بارد. واخ كنخليوها تشرب العسل مزيان، الا صايب لها بالليل كنخليوها حتى الصباح. اييه باش كتشرب مزيان عاد ديك الساعه نقطعوهم. لا كنقطعوها في الاول ولا سنة؟ لا مثلا قطعناها في 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 المول ياك؟ ايه وطيبناها كنفرقوها غير بشويه دغيا هكذاك، هادشي اللي بغيت نقول يعني ديك التفريقه الاخرى مثلا تتكون طيبه وشربه. اييه تحاول راحة. الله يعطيك الخير تبارك الله عليك السي رشيد. اييه تفضل. عندنا واحد الحلوه اخرى بنفس العجين. اييه 500 غرام ديال الطحين حتى هي و3 المعالق ديال الزيت، 50 غرام ديال الزبده والماء الزهر، خمسه ديال الملح. وجوج معالق ديال السكر كلاص على لسانها. اييه ديال العجين كناخذوا العجين كنعجنوها مزيان كنخلوها ترتاح، كناخذوا الحشوه ديال التمر يا اما ناخذوا العقده اللي كتكون جاهزه. ولا كنفوروا التمر. اييه كنعملوه كنديروا ليه شويه ديال الكاوكاو مهرمش ولا زنجلان محمر شويه، كنعجنو معاها ومعلقه ديال القرفه وشويه ديال المزهر حتى كنعجنوه، وكنديرو كويرات. كناخذو العجين ديالنا كنسرحوه بزاف، كنسرحوه مزيان وكنقطعو منه دوائر بالاطار صغار. كناخذو كل كويره كنديروها في الدائره كنلبسوها كنلبسو ليها العجين. اييه وكناخذو القطعه اللي كتكون داك القطعه اللي كنقولو لها ديال المعمول ديال الثومه ديال اييه هي ديال الثومه. اها راه مبين مرشم ديال الثومه كيعطي لنا الشكل ديال الثومه. اييه 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 معروف. كنقطعو ليها بزاف كنطلعو الكويره حتى كتوصل لنا هذوك الاستيشات ديال الثومه. اييه كناخذو المنقاش وكل فص ديال الثومه كنديرو تذوقوه. اييه تنكشوه. اييه ومن بعد كنديرو اللوزه من الوسط. كنعملوها تنشف مزيان حتى هي، ومن بعد كندخلوها الفران، ومن بعد كنلوحوها في العسل. اييه وكنخليوها تقطر ونديروها في الكويغتار. اييه غير الاضافه ما بين العجينه ديال البحلاوه وما بين العجينه ديال دابا ياك، فيها غير ثلاثه المعالق ديال السكر كلاصي هما اللي زايدين. الله يعطيك الصحه سي رشيد تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك. ما بقاش لنا الوقت، غير ما بقاش لنا الوقت ان شاء الله. الله يعطيك الخير، اكيد ان شاء الله نسقوا معك ان شاء الله قبل من العيد والمزيد من الحلويات.